نروح للدراويش. الاسماعيلي النهارده يعني عارفين الاسماعيلي اتغلب من المحله في السيمي فاينل بتاع بطوله كاس الرابطه بضربات الجزاء. والنهارده الكابتن حمزه الجمل المدير الفني للنادي الاسماعيلي يعني عمل بوست او بيان على الفيسبوك بيعتذر عن استكمال المهمه وبيستقيل ان كابتن حمزه يعني طبعا بيقول الحمد لله لكل شيء في الحياه بدايه ونهايه، واليوم هي نهايه ادارتي الفنيه بالنادي الاسماعيلي. استلمنا الفريق بالدوري كان لعب 16 مباراه وحصد 11 نقطه بمركز 17، واليوم لعب الفريق 6 مباريات فقط حصدنا 9 نقاط بالمركز 15. النتائج تحتاج الى وقت في الاساس، ولكننا كنا نعمل ليل نهار ونسابق الزمن للنهوض بالنادي بالامكانيات المتاحه. بذلنا اقصى ما نستطيع انا وجهازي المعاون لتطوير النادي ككل واللاعبين فنيا وخططيا وبدنيا ونفسيا، وقد حدث ذلك بالفعل، فقدمنا افضل مباراه في تاريخ النادي من سنوات عديده بشهاده الجميع امام غزل المحله في كاس الرابطه، ولكن النتيجه ليست في ايدينا، فهددنا المرمى لاكثر من 15 مره محققين منهم فقط خمس كور تصطدم بالعارضه والقائمين. توجه بكامل الشكر للاعبين ولجهازي المعاون وللاعلاميين الشرفاء، واتوجه بالتقدير والاحترام لاعضاء مجلس الاداره ولرئيس النادي على ثقتهم لي في تلك الفتره. اشكر الجمهور الحقيقي للنادي الاسماعيلي الذي كان خلفنا في كل المباريات، ووعدتكم بالتغيير وقد حدث بالتغير وقد حدث التغير بالفعل. حبي وعشقي للنادي الاسماعيلي لم ولن ينقطع يوما لاي سبب من الاسباب. اتمنى من كل قلبي ان اكون قد ساهمت بشكل كبير وعلى قدر المستطاع في رفعه هذا النادي واعاده هيبته وشخصيته، وشكرا. ده طبعا بوست الكابتن حمزه الجمل، اللي انا بقول ان هو عامل شغل كويس مع الاسماعيلي. عامل شغل كويس مع الاسماعيلي كابتن حمزه الجمل، وهو جهازه طبعا. وانا شايف ان النتائج اتحسنت، وشايف ان الفريق في تطور دائم. دي ارقام طبعا الكابتن حمزه الجمل مع النادي الاسماعيلي. 7 مباريات منهم 6 في الدوري، كاس الرابطه طبعا واحده، فاز في 2 وتعادل في 3، خسر مباراه، خسر مباراه واحده من الزمالك يا جماعه، وتعادل، يعني التعادل ده كان خساره طبعا برغات الترجيح من المحل. يعني لو قارنا الاسماعيلي هذا الموسم ما قبل حمزه الجمل وما بعد حمزه الجمل، لا الفريق اتطور بشكل كبير جدا مع كابتن حمزه الجمل. والراجل عارف الايدنتيتي والهويه بتاعت النادي، وعارف طبيعه النادي، وهو وجهازه بالكامل، والناس بتجتهد وبتخلص. وانا مش عارف القرار ده جاي منين، يعني هل القرار ده يعني اجبر عليه، ولا القرار ده جاي من دماغه؟ ولكن تعالوا نشوف الشارع الاسماعيلاوي تعليقه ايه على هذا القرار. لا ولا ايهاب جلال ولا حلمي طولان ينفعونا، ايهاب جلال سابنا واحنا غرقانين السنه اللي فاتت، وخد اللعيبه من نادي الاسماعيلي. حمزه جمال عمل ماتشات كويسه، لو ماتش المقاولين العرب اللي فات البلن اتحسب كنا كسبنا. الفرص اللي ضيعوها بعد ماتش المحله امبارح، ماتش الكاس، الفرص اللي ضاعت دي لو كنا عملنا الحمد لله في السنه ده. حمزه مدرب كويس، بس القماشه تعبانه. بيصاب مدرب كويس وبيعرف يمشي الناشئين كويس قوي 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 قوي. ايهاب جلال بيعرف يكتسب اللعيب كويس قوي قوي قوي. حلمي طولان بيخطط لسير المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. على الطاعه لحمزه او ايهاب جلال، راضي بايهاب جلال في حال فشل التعاقد مع ايهاب جلال، شايف مثلا حلمي طولان او دي صبري يبقى انسب؟ لا 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 لا، ولا حلمي طولان ولا اي حد برز معانا. حمزه الجمل جت فرصه من ذهب في اللي هو الوضع اللي هو فيه مع الاسماعيلي، بس هو عند وقله التفكير هي اللي ضيعت الدنيا كلها منه. احنا عندنا لعيبه، في لعيبه ناشئين كويسين جدا ممكن تحل محل اللعيبه المتخاذله، بس هو مصمم على اللعيبه المتخاذله. اكبر دليل تجربه نادي الزمالك مع الناشئين بتوعه. احنا عندنا ناشئين اقوى من كده. لا، النادي محتاج حد يكون فاهم حافظ اللعيبه، فاهم قدرات اللعيبه، حافظ امكانيات اللعيبه. انما لو شوقي غريبة هو بعيد عن الفرقه. طب حلمي طولان؟ لا، هو ايهاب جلال اصلا. طب يعني انت مع بقاء حمزه الجمل في حال فشل التعاقد مع ايهاب جلال؟ اه، عشان يعني عشان الفرقه، عشان الاسماعيلي، عشان النادي، مصلحه النادي.
فاحنا نسيب حمزه لو مفيش ايهاب جلال. حمزه كمان كويس وربنا يكرمه، وطبعا اول ماتش ده اللي عمله احسن ماتش عمله السنه الاسماعيلي. انا بفضل ان هو يكمل اخر الموسم. يعني انت مش مع رحيله ترشيح حلمي طولان او دي صبر او سوا غريب؟ لا لا، هنكمل معانا ان شاء الله حمزه كمان. ما عندكش رفاهيه الاختيار. بعدين حمزه ممكن يكون في عنده اخطاء، لكن فرقه بقى ليها شكل، منظمه دفاعيا، عندنا اخطاء ممكن نقعد ونتكلم. لما لو ما عندكش البديل والبديل العالي قوي يبقى احنا كده بنضيع النادي اكتر من هو ضايع. ده راي جمهور اسماعيليه، وجمهور اسماعيليه بيفهم كوره على فكره. ولو شفت اراء معظم الناس اللي بتتكلم وجمهور اسماعيليه يقول لك قعد حمزه الجمل، تمسك بحمزه الجمل. ودي رسالتي للمهندس يحيى الكومي ومجلس اداره الاسماعيلي، لازم تتمسكوا بالكابتن حمزه الجمل. لان اي مدرب، مع احترامي الكبير لكل الاسماء المطروحه كلهم مدربين كبار، اي مدرب هيجي محتاج وقت وفي ضغط ماتشات، عقبال ما يلم نفسه ويبتدي يحفظ لعيبته هتخسر نقط وانت في ازمه. احنا كلنا عايزين نساعد الاسماعيلي وكلنا بنحب الاسماعيلي، بس لازم الاسماعيلي يساعد نفسه، ولازم المسؤولين في النادي الاسماعيلي ياخدوا قرارات صحيحه. النادي الاسماعيلي دلوقتي مش حمل قرارات غلط. وانا يعني متفهم البوست او الكلام اللي كتبه الكابتن حمزه الجمل، ممكن يكون عليه ضغوط كبيره جدا، ممكن يكون عارف ان الاداره ممكن بتتكلم مع مدربين تانيين، حاجات كتيره ممكن تكون واصله له، وممكن يكون حد موصل له حاجات مش مظبوطه. فاتمنى اول حاجه تحصل، ويعني اتمنى ان الناس تسمع كلامي، لازم تتمسكوا بحمزه الجمل لانه مدرب كويس ومدرب مخلص في عمله ومدرب اشتغل كويس الفتره اللي فاتت، ومعهوش القماشه والكواليتي اللي تخليه ان هو يعمل احسن من كده. عنده اصابات، حتى اللعيبه اللي موجوده في اصابات، في ايقافات، في حاجات كتيره جدا، فالراجل بيشتغل بالقماشه اللي موجوده، عايش الجيم مع النادي الاسماعيلي وعايش الحرب. خلينا نقول الاسماعيلي داخل فيها هي حرب البقاء، فلازم مجلس إدارة الإسماعيلي ما يبصش لأسماء تانية وما يتكلمش مع أسماء تانية، لازم يتمسك بالكابتن حمزة الجمل. وحمزة الجمل وجهازه المحترم هم اللي هيقدروا يطلعوا الإسماعيلي من أزمته، لأن هم اللي عايشين القصة، هم اللي إيديهم في المطبخ، هم اللي عارفين اللعيبة، هم اللي خلاص حفظوا اللعيبة. فممكن يكون قرار انفعالي، ممكن يكون ضغوط موجودة على الكابتن حمزة الجمل. دور الإدارة دلوقتي إن هي تمتص انفعاله وتمتص غضبه وتقعد معاه وتقول له انت الرجل المناسب، الكلام اللي انت سمعته ده ملوش اي اساس من الصحه، احنا متمسكين بيك، وصدقوني لو عملته كده الرجل هيرجع وهيشتغل هيقدر ان هو يخرج بنتائج ايجابيه. الاسماعيلي نادي كبير قوي قوي، اللي بره اسماعيليه يعرف ان 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 الاسماعيلي نادي كبير، واللي عايش جوه اسماعيليه واللي اشتغل في اسماعيليه يعرف قيمه الاسماعيلي. فانيله الاسماعيلي فانيلا كبيره جدا وغاليه علينا كلنا، فلازم يبقى في قرارات اداريه صحيحه. مجلس اداره الاسماعيلي لازم يتمسك بحمزه الجمل ويديله فرصه كامله ويديله الثقه والاطمئنان. الاطمئنان يعني ايه؟ يعني ما يبقاش بيشتغل وهو عارف ان هو مستقبله على المحك، واقف على الخط، يعني واقف على خط النار. لا، لازم يشتغل بثقه ويتقال له ان انت حتى لو اتغلبت ان انت مكمل وان احنا عندنا ثقه فيك. صدقوني ده بيفرق من الناحيه النفسيه مع المدرب بشكل كبير جدا. ده نمره واحد. نمره اتنين، اللعيبه بتحس بالكلام ده. اللعيبه بتحس الاداره عندها ثقه في المدرب ولا لا. اللعيبه لما بتحس ان الاداره عندها ثقه في المدرب ان هي مش هتمشيه مهما حصل، بتموت نفسها، بتبقى عارفه ان الضغط عليها هي، لازم ان هو لازم اللعيب ان هو ينتج وان هو يشتغل عشان يخرج الفريق من الأزمة، وهيشارك في المسؤولية مع المدرب.